جبلك معايا ايه ده الله دي بس حبيبي احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. قبل ما نعمل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. يا ريت الناس اللي بتتابعنا يا ريت بعد اذنكم اللي انتوا تدعمونا وتحبونا زي ما احنا بنحبكم، يا ريت صبعك الجميل دوت تتاكد اللي فيه اشتراك ولا لا، ولو ما فيش اشتراك اشترك، ولو انت مشترك شوف حد صاحبك تاني يشترك وشوف حد صاحب صاحبك يشترك واعمل لنا لايك وشير بعد اذن حضرتك. النهارده ان شاء الله كلمني واحد حبيبي وصاحبي قال لي عندي كلب رد تقليب خرافه فوق الوصف وشرس خطر خطر خطر. كل دوت احنا بنشوفوه لما بنروحه نشوفه الكلب ونشوفه الدنيا ونشوفه تقليب الكلب ونشوفه وضع الكلب، اذا كان كلب بيتلمس ما بيتلمسش، كلب شغال شراسة هجوم، شغال شراسة حراسة، كل دوت احنا بنشوفوه لما بنشوفه الكلب. في كلب بيبقى على المربط شغال حلو قوي وعلى السايب مش شغال، كلب شغال على السايب حلو ومش شغال على المربط، كلب بيلبس كمامة، كلب ما بيلبسش كمامة، كلب يحرس ومحدش يلمسه، كلب بيبقى شغال ويلعب وكل حاجة ويخش ويطبطب عليه وتمامه 100 100 وفي وقت الجد يلا بينا. معظم الناس كل واحد بيبقى ليه تفكير وليه حاجة معينة بيحبها، فاحنا بنروح نصوره عند الناس عشان كل واحد يلاقي طلبه ونحاول نساعد كل الناس. زي ما انتوا عارفين انا بحب اصحابي وبحب الخير لكل حد، فما عنديش اي مشكلة اذا كان بروح اصور هنا او هنا او هنا او هنا، كل دوت انا بعمله عشان انا بحب الكلاب وبحب الناس وبحب الخير لكل الناس. عشان ما نطولش عليكم يلا بينا نروح نشوفوا الكلب الخطر. بس طبعا احنا داخلين رايحين مكان زي مثلا الادغال مثلا طبعا المكان هنا غير الشتاء، يعني انا في الشتاء استحاله اجي هنا. ليه بقى؟ لان الارض هنا هتبقى مزحلقه جامد وهيبقى في طينه وزحاليق ويا الله، لكن في الناشف كده اهو ماشي حلو على الاقل ناشف، لو وقعت هقع فين؟ في الناشف، لكن اقع في الطينه وبعدين مصرف على اليمين ومصرف على الشمال يا دهوي اه والله اول مره اي خدمه الباص تعرف بس بكره ويختو المطرح على طول مفيش تفاهم وعلى وعلى مش ناويين نوصل إيه ربنا يتولاك ويتولاك. هنا برضه ممكن تطلع من هنا على حدود 10 جنيه، احنا لو احنا جايين هنرجع من هنا ماشي.
ايه ده؟ انا اول مره اشوف الطريق ده. اي خدمه. تعرف بس بص انا بجيبك في حته جامده ازاي. وهنا ايه رايك ركب الهوا لا بالسياله لا تستهيقليش حضرت كمانك معايا ما يستهيقليش يا حماده حضرت كمانك معايا ايه ده الله دي يعني انا همشي ازاي امشي كده ولا كده ولا عشان ما تستهيقليش كده اهي في النص كده يعني واحد ايه يا مروان تعديلي في اخويا وحبيبي حماده الكوتش طبعا ومش صاحبي اخويا يعني حبيبي والولد الصغير اللي هناك دوت اخو الصغير طبعا احنا اول مره انا اول مره اجي بالليل عملت طبعا ما خلصت بس ايه وما تنصحش حد يجي بالليل ولا في الشتاء انسى في الشتاء احنا في الصيف وهنتزحلق بس اقول لك على حاجه انا هنهد لهم الطريق اللي بيطلعك على الدولي ده هجيب عربيتين زلط كده احط واعمل ايه؟ لان الطريق هنا زي الزفت بص هو اللي يعني الطريق اللي دوت واللي هي يعني الحته الرفيعه بين الحته اللي الريشه اللي ما بين الترعتين هي دي لان دي الغلطه على طول في المصر خد بالك من حاجه احنا طريق جميل المفروض 10 جميل ده حلو ده حلو قوي احنا راجعين على ظهر الاسم لما انا المشكله اللي مش عارف الشارع من دخلته كنت جيت اخر الشارع هتاخده كده طوالي في شمال الله الله شكرا ونعود بعد الفاصل عمل شغل في اخر الايام عمل صاج اهو حركات مين أيوة. شفت بقى شغل الكلاب كلاب بتجيب فلوس يا جماعه ده اللي بنتكلم فيه النهارده بقى يعني هناخده جوله بسيطه كده اهو وبعد كده يطلعوا لنا بقى بيقول لك في كلب خطر هنشوفه بس اللي بيهوهو ده وانت بتهوهو حبيبي انت الخطر ده الخطر ده لا مش ده الخطر لا مش ده الخطر اللي هناك اخر واحد انا قلت انت الخطر لا الخطر حبيبي خد ايدي حطها ده فاضي ده ايه ده يا نهار يا حوس خلي بالك يا مروان خلي بالك شفت قلبه ميت شفت قلبه ميت ازاي جدع على مروان قول لي خطر تعال
عايز يعمل مساج. تعالى الكابزار عايز يعمل مساج. هو ناقصه مساج بقول لك. ناقصه ناقصه مساج. لو معايا بيكرهني. بس يا حبيبي تعالى 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 تعالى. اتجوز هو الكلب ده بيكرهني ليه طيب؟ حماده البص بيرن. بس خلاص عيب. تعالى تعالى تعالى. هو الكلب ناقصه حنيه. الف سلام عليك. استنى ماشي. طيب انت قاعد فين؟ بس تعالى يا تعالى 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 حبيبي تعالى تعالى بابا. الكلب ده يعني بص يديك جنبه بس القلق من الدماغ طبعا ان ممكن تيجي تحط ايدك على دماغه هيروح رانن على طول. غلطه فوره فيه. والله الغلطه فوره. خليك خليك يعمل حاجه حلوه دلوقتي. طبعا انا هنا بعمل ايه كده بعمل بقلب لان في ايه في ساتر حديد لا قدر الله يحصل حاجه اعرف انتش ايه نفسي. لكن لما هيبقى بره مش هقدر اديله الامان للدرجه اللي انا ايه احط ايدي على جسمه كده ان ممكن لان في كلاب اللي هي بنقوله ايه بتغفل مش غدار. الناس بتفهمها غلط. ناس بتيجي تقول لك الكلب ده ايه ده غدار قوي. لا مش كلب مش غدار. الكلب بيشغل دماغه وبيفتح دماغه بيعمل ايه بيغفل يديك مثلا جسمه اللي يقربك منه يروح لافف عضك. لو مثلا في جنزير والكلب طويل الجنزير طويل الكلب بيرجع لورا عشان انت تقرب عشان هو يعرف يملكك. لان طول ما هو بيبقى الكلب مربوط بالجنزير مش هيعرف يجيب اخر الجنزير يروح عامل ايه يضطر اللي هو يسحبك عنده عشان يخش ايه يعرف يمسكك. فطبعا الناس بتيجي تقول لك ايه لما تشوف كده الكلب بيرجع ويخش كده يقول لك ده كلب غدار. مفيش كلب غدار. الكلاب زي ما جينا قلنا قبل كده اوفى من البني ادمين عمرها ما تغدر. الكلب حتى اللي في الشارع اكله وشربه تلاقيه واقف لك كل يوم في نفس المكان اللي انت بتاكله. لكن واحد صاحبك اكله وشربه يبقى معاك 100 100 اول ما فلوسك تخلص يجري. لكن ده بقى معاك على الحلوه وعلى الموره. تعالى حبيبي تعالى. اسمه ايه؟ تعالى بابا تعالى. يوري. ها يوري يوري وماله يورك يورك. تعالى حبيبي تعالى تعالى. بص اهو الكلب اللي زي ده كده تقلق منه. الكلب ما بيعمل ايه؟ ما بيدكش دماغه بيديك جسمه. يعني في ثانيه الا ثانيه تلاقي الكلب سيو مروحه. طب انا عايز كمامه. طيب انا عايز اجرب الكلب بالكمامه بتاع كده اهو. هطلعه لك دلوقتي. تعالى جوزات نلفه لفه كده في المزرعه قبل ما ما فتحي يدور على الجنزير. نبص كده في اول بوكس ما شاء الله. الله جميل. البوكسر ده جميل. ده ذكر ذكر ما شاء الله الله اكبر من الكلاب المحترمه. منتج بيعلم في اي انتاي ايا كان نوعها. يعني كنت مجوزه انتاي ريتش باك ما شاء الله كل الجرايب بوكسرات. يعني ده ذكر بوكسر بيتجوز. بوكسر للجواز مش للبيع. لا مش للبيع. ربنا يسهل لك الحال يا رب. ماريو بيتبول بوكيت. سلم ايدك الثانيه. ايدك الثانيه. لا بيتبول ايه؟ سلم بيتبول بوكيت. لا ما لا. ما تجيليش في سكه البيتبول بقى. ما تقوليش بيتبول بوكيت. تعالى حبيبي مش هقول لك بولي وبينفذ بالكلمه. ده كلب بيتبول. كلب بيتبول جميل. مقاسل صغير عاد. لا حلو. بوكيت ده اللي هو بيبقى صغير قوي. بوكيت اللي عامل زي بيقولوا ليه بوكيت. يعني نقوله مثلا ايه الميديم او اللارج او الكلام ده. بنقوله ليه بوكيت عشان بيبقى نقوله زي البوك اللي هو ايه صغير. مظبوط. زي الكلب البولي الرصاص اللي عندي ده نقوله بوكيت. ليه؟ حجم الكلب قد كده. لا لا ده اعلى شويه. ده انا عشان كده قلت لك بيتبول ما قلتش بولي. ده كلب بيتبول محترم جميل. تعالى حبيبي تعالى. وما شاء الله منتج لسه عامل له تحليل من اسبوع. تحليله 95%. ربنا يبارك لك فيه. تمام.
دول فرخي بقى. ولاد أرسس. ولاد أرسس. أيوة. واحد 8 شهور واحد 6 شهور. لحظة بس لحظة كده بس. لا 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 لحظة بس نرد على استنى تعالى يا مروان كده تعالى بس مع إذنك. هو أنت حضرتك بتنده مثلا في السلخانة معلم أحمد شايفني واقف مثلا بالسطور؟ لو سمحت احترم ذاتك. وزبونك وزبنتك. اهم حاجه جبت حد يسوق المكنه ماما قلت مروان اهو ماما قلت لا وبعدين دي لا هيخلب هيعمل ايده كده خلاص خلاص بالله عليك والله والله اي سيت نو نو 8 شهور هيكتور ريكس 6 شهور ما شاء الله انت جاي تدريب هو ارسس هنا صح لا مش ولا لا ارسس بقى من الكلاب المحترم قوي ده جاي جايين يتدربوا طبعا يعني المحترم يعني بيسمع الكلام لا من الكلاب اللي هي اللي يعني الخط الدمي طبعا انت عارف ارسس ابن نيفارو فدول يعتبروا احفاد نيفارو ما شاء الله ما شاء الله دول دكر وانتايا لا دكرين دكرين بتبيع حاجه فيهم لا 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 مش للبيع دول بتوع ناس ربنا يبارك لهم فيكم اوعى الاسواني 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 يعني معزداني الاسواني ده احنا سمينه عشان لونه كله زي ما انت شايف كده قافل خالص ابن ارسس عنده سنه واربع شهور استنى بقى استنى بس يا مروان كده اهو عشان هو ده ايه بيلعب ايه ده لا انا مش هنقدر نتعشى لا 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 انا مش قادر مش هتعشى لا دي بطه جلد دي بطه جلد جاكس ده ان شاء الله هو ايه بيلف ده يعني مفكر نفسه حصان ولا ايه هو بيلف كده في جاكس بس بابا هتدوخنا بس بس هذا مروان جاكس يعني كده هيعمل عيوف على ديله هو عشان يقف بس ما يثبت عيوف على ديله لا خلاص بدل ما يدوخنا هنفضلوا ندوخه ما شاء الله الله ده برضه جوازات ده جوازات ده وده الكلب يوري يوري الخطر برضو احنا هنصوروك بقى بره عشان شكلك فيك مقاس ايوه هنصوروك برضو عشان ايه ما تتظلمش بنوتين بنوته رويال وبنوته روت انت عارف البوكس ده ممكن تعمل فيه ايه؟ بص عشان ده طويل تعمل فيه احلى حاجه ده فيه؟ ايه بقى؟ تجيب تماسيح تماسيح؟ لا قروب كبيره برضه لا 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 التماسيح حلو بنوته روت دول البيع ولا دول لا دول الفرخ دكر جولدن جوازات برضو ازيك يا دكر عامل ايه شيكو ايه ده شيكو دكر يا شيكو جاي تدريب حراسه شرس يعني هو بقى شرس معايا الكلب ده دماغه حلو كان عنده مشكله الكلب ده ان هو ما بيمسكش خشب امبارح الحمد لله رب العالمين دلوقتي بيكسر خشب مسك عصيان بيكسر عصيان ربنا يبارك لك يا رب بنت اينشتاين اينشتاين اللي هو اخو اينشتاين واللي هم بتوع الموميا دول ايوه هم دول ريكي ريكي جولدن واخده تبني بس شارس بيموت مشكلة الكلب الجولد اللي لو اتدرب واتدرب حلو وشراسة انسى اللي تقدر عايز اقول لك ما شاء الله تدريبات القطع فيه قاتلة وفليش الله غير سلسلة الله الله جدع شوي جدع شوي هنا بقى في ايه؟ ايه ده؟ وهنا احنا قابلنا يا معلم ما بتعملوش تمام
احنا كده يا جماعه قفلنا. ايوه قفلنا على مروان. طب انت دخلت تعمل ايه؟ دي ايه ده؟ بانيو بانيو ده بانيو. اوعى الكلب هيخش يلحقنا. بس شوي نو نو. قلت ايه؟ اقعد اقعد. شوف اقعد سلم. هات ايدك دي سلم. سلم لا لا سلم بديلك. لا انا واقف عيب. اقعد. طب يمكن عايز اسمع الكلام لما انت تقعد. لا اقعد. قلت ايه؟ اقعد. جدع جدع. برافو برافو. عيب عيب الناس دي معايا. شاطر ولا برافو عليك. بس 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 حبيب بس بس ابو بتاعي بس 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 تعال تعال بس تعال حبيب تعال 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 حبيب. ياخدي ياخدي ياخدي. شفت الشراسة الكلب ده؟ شفت الشراسة دي؟ شراسة الجولدن دي شراسة. طبعا امسك يا ابني امسك يا ابني يا ابني. انت عامل عملت ايه هنا جوه؟ والله لسه ما اشتغلتش فيه احمد برضه عشان ايه. طبعا انا جاي من المزرعه وانتوا شايفيني ولا عندي انتهت حيضه ولا عندي نيله زي ما انتوا شايفين. هي بتبقى كده اهو. هيجي يقول لك انت بتديله ايدك ليه؟ انا بديله ايدي عشان نتعرف على بعض. صح. بدل ما اديله صبعي يروح حبسه او اديله ايده مره واحده. لا انا بديله ايدي واحده واحده اشوف الكلب هيعمل ايه. ممكن كلب ما يبقى كده شغال شراسه يروح جاي ناتش ايدي مره واحده. مظبوط. طب انا بدخل ايدي واحده واحده مره واحده يجس النبض فيه قبل شم يبقى ممكن ايه يجي سك. وممكن كلب يجي يشم كده اهو تلاقيه راح رجع ورا وراح عايز يهبشك. كل الكلاب برضو اللي هي ايه هتيجي تعمل لك كده في المس. يلا فتحي طلع لنا الكلب بتاعك. بس اوعى اوعى عشان ما تاخدوش ده صح. Oh!
الكرسي بفلوسي. يلا يا الله
ربنا يبارك له فيه ويكفي شره. لكن مش هنضحكوا عليه ولا نضحكوا على الناس، مش الباب برضه، عشان الناس اللي بتيجي تتفرج ما تقولكش ايه هو انت بتطبل له. انا ما بطبلش لحد. كلب ما شاء الله حلو وجدع وراجل، بس مش الواو. ربنا يكفيك شر. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.